الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية لرئيسي مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية ويمنح سلفيهما وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. خلال لقائه محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء يشدد على ضرورة استمرار العمل المشترك بين الحكومة والبنك لزيادة الحصيلة الدولارية. كبار رجال الدولة يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين الدستورية لكل من رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود ورئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان. ومنح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من رئيس مجلس الدولة السابق المستشار عادل فهيم عزب ورئيس هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار حافظ أحمد عباس. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق تقديراً لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة السابق تقديراً لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود رئيساً لمجلس الدولة. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. يعين السيد المستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان رئيساً لهيئة النيابة الإدارية. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون. وفي هذا السياق أعرب السيد الرئيس عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مؤكدا مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، ومشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال. وخلال الاجتماع كلف مدبولي الوزراء المعنيين بوضع حل دائم لهذه المشكلة، مشيرا إلى ما تم تقديمه من حل استثنائي لأشهر الصيف الحالية عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، لافتا إلى أهمية اتخاذ الإجراءات التي تضمن تقديم الحل النهائي للمشكلة بنهاية العام. في هذا السياق أكد رئيس مجلس الوزراء وجود تكليفات من الرئيس السيسي بالإسراع في إدخال قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية. كما وجه مدبولي الوزراء المعنيين بالعمل على رفع كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاج الكهربائي، منوها بقرارات توفير الموارد المائية المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. تناول الاجتماع استعراض ملفات التعاون المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، حيث تم التأكيد على استمرار العمل المشترك بين الجانبين بما يسهم في تحقيق مستهدفات زيادة الحصيلة الدولارية من مصادر الدخل المختلفة وعلى رأسها الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة، وهو ما يرفع معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي ويعد هدفا رئيسيا لكل من الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة بموجب تكليفات الرئيس السيسي في هذا الصدد.
كما شهد الاجتماع استعراض جهود التعاون بين الحكومة والبنك المركزي من أجل خفض معدل التضخم عبر آليات مختلفة، من بينها مراقبة الأسواق وزيادة المعروض من السلع بما يسهم في خفض أسعارها. أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة الشديد في أول يوم عمل بعد الإعلان عن تشكيلها على متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار. وشدد مدبولي خلال اجتماعه مع وزراء التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من المسؤولين على ضرورة وجود تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية حتى يسهم ذلك في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة، وألا نترك السوق لأي محاولة للتلاعب. وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بوضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار. كما استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رؤية العمل خلال الفترة المقبلة. وخلال اللقاء شدد مدبولي على ضرورة سرعة إنهاء المشروعات الكبرى بهذا القطاع، ويشمل ذلك سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية بأبراج مدينة العالمين الجديدة، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من مكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط وبدء خطوات التسويق والتشغيل للمكونات التي تم الانتهاء منها، وكذلك بدء تشغيل مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين، وكذلك الانتهاء من تطوير مثلث بسبيرو كأحد أبرز مشروعات التطوير الحضاري الراهنة. أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الثقة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. خلال مؤتمر صحفي أشار مدبولي إلى الحرص خلال العمل على التشكيل الحكومي على اختيار أفضل الكفاءات الوطنية ذات الخبرات الكبيرة بما يمكن من مواجهة مختلف التحديات. اسمحوا لي الحقيقة في البداية طبعا أن أنا أنتهز الفرصة أن أنا أوجه الشكر لفخامة الرئيس على تجديد الثقة في شخصي وتكليفي طبعا بتشكيل الحكومة الجديدة، واللي الحقيقة يعني قعدنا فترة يعني كان مهم جدا واهتمام شديد باختيار أفضل الكفاءات اللي تكون قادرة إن شاء الله على العمل والإنجاز في ظل التحديات اللي احنا بنواجهها النهاردة كدولة مصرية، سواء طبعا نتيجة للأزمات الخارجية الغير مسبوقة والوضع الداخلي. وعشان كده يمكن الحقيقة كنت حريص كل الحرص في عملية الاختيار ان احنا نكون بنختار كفاءات وطنية لديها خبرات محلية ودولية ايضا تكون قادرة على تحقيق التوجهات والتكليفات اللي فخامة الرئيس وضعها في خطاب اللي وجهه لي في اطار تكليف الحكومة بالمهام الجديدة. وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحفاظ على محددات الأمن القومي تصدر القائمة التي وضعها الرئيس السيسي لإطار عمل الحكومة الجديدة. وأضاف مدبولي أن إطار عمل الحكومة يشمل إيلاء اهتمام خاص لبناء الإنسان المصري في مجالات متنوعة وفي مقدمتها الصحة والتعليم والثقافة، فضلا عن تطوير البنية السياسية في مصر. المحددات الرئيسية يعني والتوجهات والأهداف اللي وضعها فخامة رئيس الحكومة، أول شيء طبعا الحفاظ على محددات الأمن القومي في ظل التحديات الكبيرة اللي بتواجهها الدولة النهاردة في الظروف الخارجية اللي حضراتكم كلكم شايفينها واللي بتتغير كل يوم وممكن يحصل فيها تطورات. وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، وهنا يمكن ملف الصحة والتعليم على الأخص وأيضا الثقافة بيشغل أهم
التحديات وأهم النقاط اللي لازم الحكومة إن شاء الله هتكون شغالة عليها. تطوير البنية السياسية والاهتمام بالتمكين السياسي من خلال تطوير أكتر لمنظومة الحوار الوطني والتفاعل مع ما بين الحكومة والآلية الحوار وتنفيذ المخرجات اللي الحوار الوطني وضعها في خلال المرحلة القادمة. الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في كل المجالات اللي بيقوم بيها المجتمع المدني اليوم. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتعظيم الاستثمارات المباشرة وتشجيع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة. أشار مدبولي إلى استهداف الدولة الوصول بنسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال عامين أو 3 أعوام، بالإضافة إلى ضبط الأسواق وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحديدا العمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة، تشجيع دور القطاع الخاص أكثر وأكثر، وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة أو الاستثمارات الإجمالية للدولة. وبالتالي إحنا حاطين هدف واضح وحضراتكم عارفينه، أن نسبة مساهمة القطاع الخاص تزيد في الإجمالي الاستثمارات العامة بحيث تصل إلى أكثر من 65% في خلال العامين 3 القادمين. العمل على الحد من التضخم وضبط الأسواق عشان السلع وتكون في متناول قدرات المواطن المصري. زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة. أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن استحداث مجموعات عمل وزارية في إطار السعي نحو تحقيق مستهدفات عمل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن. وأضاف مدبولي أن مجموعة العمل الوزارية ستكون معنية بالاجتماع بشكل أسبوعي لبحث مختلف الملفات وعرضها على اجتماعات الحكومة. في إطار أن احنا عايزين نحقق مستهدفات سيادة الرئيس بأسرع وقت ممكن والأهداف اللي مكنها أو وضعها للحكومة، هنبدأ يمكن نستحدث أن يبقى في فلسفة لي أن يبقى في مجموعات وزارية متخصصة هتبقى موجودة بتجمع عدد من الوزراء تحت هذه المجموعات، وبيبقى بيرقصها يا إما رئيس الوزراء يا إما وزير معني بهذه الوزارات. وطبعا أول مجموعتين اللي أنا أعلنت عنهم واللي هيرقصهم السادة النواب رئيس مجلس الوزراء، المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية. وتحت كل مجموعة هيكون هناك كل الوزارات والجهات المعنية برئاسة نائب رئيس الوزراء بيجتمعوا أسبوعيا، بتبقى هناك مستهدفات للمجموعة بيحلوا كل المشاكل والتداخلات العرضية اللي ما بينهم. رئيس الوزراء بيقعد معاهم ممكن كل أسبوعين أو كل شهر على الأكثر مرة، بتعرض قرارات المجموعة لو تطلبت أي موافقة من مجلس الوزراء بتتعرض في نفس اجتماع في نفس الأسبوع. يعني المجموعة الوزارية تجتمع لقيت ان في عايزة قرارات مجلس الوزراء يعتمدها، بعدها بيومين ثلاثة يبقى اجتماع مجلس الوزراء نعتمد هذه القرارات عشان العجلة تمشي بأسرع وقت ممكن. We'll be right back.
مطالب وأمال متعددة يعلقها المواطن المصري في أنحاء الجمهورية على الحكومة بتشكيلتها الجديدة. نستمع الآن إلى عدد منها من قلب الشارع المصري. أنا بأطالب بإيجاد وتدخل سريع من الحكومة ومن وزارة الصحة لتشغيل الوحدات الصحية وتدعمها بالمعدات والآلات الصحية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، ويكون فيها طوارئ، يكون فيها إسعافات أولية وتخفيف الضغط على المستشفيات العامة في المدن سواء في طنطا في كفر الذات، ويكون في قيمة حقيقية. التعليم، عايزين نهتم شوية بالتعليم، لأن التعليم هي قاطرة، هي اللي بتنقل الدولة من مكان لمكان. عايزين الفترة الأخيرة اهتمام بالتعليم. الصحة، الصحة حاجة مهمة جدا. طبعا انا بطلب بس من الحكومه الجديده انها تهتم الاول بقطاع الشباب والرياضه بحكم شغلي. عايزين بس طبعا من خلال تطوير الملاعب والانديه والكلام ده كله ان هم يطوروها، وبنعمل على رعايه الشباب. مواطن منياوي، يهمني خالص التوسع في البنية التحتية في مدينة المنيا ومحافظة المنيا عموما. زي ايه؟ زي الصرف الصحي. احنا بصراحة عايزين من الحكومة اللي هي توفر لنا فرص عمل، يعني احنا شباب جامعيين متخرجين مثلا لنا كام سنة وشغالين يعني شغل عادي، ومش لاقيين حتى الشغل برا. فاحنا عايزين بس الحكومة توفر لنا يعني فرص عمل على الأقل، حتى لو توفر لنا فرص عمل يدوية يعني بعيدا عن الوظائف يعني عامة. عايزين احنا رقابة على الشركات، رقابة مثلا في الأسواق كلها. هو أهم حاجة التخطيط العلمي كما أمر به السيد الرئيس، يعني كل وزارة يبقى عندها خطة وهدف تحققه، ده أهم حاجة، يعني أهم حاجة التخطيط العلمي. مطالب عاوز اهتمامهم ومساعدتهم بالزوال الإعاقة والمصابين والحوادث والمعاقين، ده المحتاجه من الدولة، ده اللي عاوزه من الدولة، يكونوا مهتمين ومساعدتهم وعائلتهم بالمصابين. عايزين يزودون المعاشات ويخففون الأسعار. إن شاء الله يكون الحكومة الجديدة عند حسن ظن الشعب إن شاء الله، وتشوف الشعب في تخفيض الأسعار والأخشاب والأسمنت والحديد. إحنا عندنا تطلعات كبيرة جدا وأمال معقودة على الحكومة الجديدة في توفير فرص استثمارية حقيقية وفرص عمل للشباب، وتوفير كل الطموحات اللي بتمناها المواطن المصري. إحنا عايزين من الحكومة الجديدة إنها تراعي شوية مسألة الملفات الشائكة اللي موجودة حاليا في الشارع المصري، زي ملف ارتفاع الأسعار، الغلاء طبعا الفاحش اللي موجود حاليا مخلي الناس فعلا محتاجة حلول سريعة. الجمهورية الجديدة اللي نادى بها السيد الرئيس تتطلب من الحكومة. المواطن وقف جنب الحكومة كتير، وقف جنب الدولة وما زال ويستمر، لن يبخل على بلده بأنه يصبر على أي متاعب، ولكن احنا عايزين انطلاقة، انطلاقة في القضاء على البطالة، انطلاقة في تعزيز الأمن الاجتماعي زي ما قلنا، في إقامة لمؤاخذة يعني تجمعات سكنية اجتماعية، تيسير فرص عمل للشباب من خلال إنشاء مصانع، وتعزيز الأمن القومي، لأن احنا بيحيط بنا طوق شديد الحساسية بيحيط بمصر، فنتمنى يعني ان احنا عيوننا تبقى على مصر، وندعو المواطنين في المساندة والمشاركة في هذا الاتجاه لأن ده يهمنا جميعا. أنا عايز حاجتين. الحاجة الأولانية فتح التراخيص عشان الشباب يشتغل والناس تشتغل، والشباب اللي عايز يتجوز يبني يسكن، أهم حاجة فتح التراخيص. ده المجال اللي أنا بتكلم فيه، ده يخصني أنا ويخص ناس كتير. أنا هشتغل والناس هتبني، واللي عايز يتجوز ولده هيبني له، وأنا واللي زي أنا بتوع المباني والصب والبتاع هنشتغل. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفير بدر عبد العاطي أهمية مواصلة مسيرة العمل والإنجاز لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، والعمل على إيجاد آليات جديدة لتحسين قنوات الاتصال مع المواطن. وخلال اجتماعه مع قيادات وأعضاء قطاع الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالوزارة، أكد عبد العاطي على الدور الذي تقوم به بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية باعتبارها متواجدة
على الأرض ولها اتصال مباشر مع الجاليات المصرية. كما تناول الاجتماع تطوير المنصة الإلكترونية وإجراءات رقمنة الخدمات القنصلية وإطلاق منظومة متكاملة تشمل مواقع وتطبيقات إلكترونية تسهل تقديم الخدمات القنصلية لتسريع وتيرتها والارتقاء بجودتها. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد. تقدم رئيس مجلس النواب إلى الرئيس السيسي بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات، راضيا العزيز القدير أن يجعله عام خير وبركة على مصرنا الحبيبة، وأن يعم السلام والأمان جميع أرجاء العالم العربي والإسلامي. كما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وتقدم رئيس مجلس الشيوخ بأصدق التهاني بحلول العام الهجري الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يكون عام خير ونماء لمصر وشعبها، مؤكدا استكمال بناء الجمهورية الجديدة التي تعد فخرا لنا وللأجيال القادمة. هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد. وبهذه المناسبة قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعيا الله عز وجل أن يعيده على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام. وأكد مدبولي في برقيته أن هذه المناسبة رمز لتجسيد أسمى معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، كما عاهد مدبولي الرئيس السيسي على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار. بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد، حيث أكد أن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يحمل دروسا عظيمة تمثل حافزا لمواصلة العطاء في ألد، وذلك عبر مكتسبات ومقدرات للشعب المصري. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أكد خلالها أن هذه المناسبة فرصة لاستلهام الإرادة والعزيمة للوفاء برسالتنا الوطنية السامية ومواصلة التكاتف والتآزر انطلاقا من الإدراك الواعي بقيمة العمل المشترك، وذلك لتحقيق الأهداف الوطنية. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ. وبعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة أخرى لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، معربا عن أطيب الأماني بدوام التوفيق والسداد لمسيرة العمل الوطني واستكمال الجهود المضنية في مجالات التنمية والبناء ومواجهة التحديات وقهر الصعاب بكل عزم وإصرار. وبعث أيضا ببرقية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، معربا عن خالص الدعاء بأن يبارك جهوده ويسدد خطاه للوفاء بمسؤوليات الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين الحنيف. كما بعث محمود توفيق برقية تهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، داعيا الله أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة. كما بعث محمود توفيق برقية تهنئة للفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدا ضرورة مواصلة الترابط والتكاتف والتآزر لنكون جميعا صفا واحدا في سبيل تحقيق أهداف مسيرة العمل الوطني.
كما بعث محمود توفيق ببرقية تهنئة لفضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبرقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية. كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية. أعرب القس أندري زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عن تهانيه القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وفي برقيته أعرب القس أندري زكي عن سعادته وسعادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية في مصر بهذه المناسبة العزيزة. كما بعث الدكتور زكي برقية تهنئة مماثلة إلى عدد من كبار الشخصيات في البلاد، من بينهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ. قدمت الأكاديمية الوطنية للتدريب حلقة عن بناء الإنسان المصري ومسيرة التنمية البشرية في مصر وتعزيز قدرات الشباب المصري وتمكينهم للمشاركة في مسيرة البناء والتنمية. ناقشت الحلقة دور القيادة السياسية لتأهيل وتمكين الشباب منذ عام 2015 بإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وإطلاق عام 2016 للشباب أيضا بجانب عقد العديد من المؤتمرات الوطنية للشباب. هذا وناقشت الحلقة أيضا شعار الأكاديمية وهو المشروع القومي لبناء الإنسان في الجمهورية الجديدة ومواجهة التحديات ومدى أهمية الوعي الشعبي في نجاح ثورة 30 من يونيو وهو ما ظهر في تضحيات الجيش المصري. التاسعة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مكتب نتنياهو يعلن إرسال وفد للتفاوض على اتفاق حول إطلاق سراح المحتجزين مع حماس، والحركة تؤكد تحليها بروح إيجابية مع مفاوضات التهدئة. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكد وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح المزيد من المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة في إطار تحمل مسؤولياتها باعتبارها القوى القائمة بالاحتلال. خلال الاتصال الذي تلقاه من المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، شدد وزير الخارجية على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام القانون الدولي والإنساني. وأكد وزير الخارجية استمرار الجهود المصرية للتوصل لصفقة يتم بمقتضاها وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، منوها لأهمية دعم جهود السلطة الفلسطينية ومحذرا من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تتخذها في الضفة الغربية. أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا خلال اتصال هاتفي الجهود المبذولة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإنجاز صفقة تبادل للمحتجزين. يأتي ذلك بعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أرسلت وفدا للتفاوض على اتفاق حول إطلاق سراح المحتجزين مع حركة حماس بقيادة رئيس
رئيس الموساد، فيما يعتزم نتنياهو عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني لبحث موقف الحركة الفلسطينية الجديد حيال اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة. وكانت حركة حماس قد أكدت في وقت سابق أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء في مصر وقطر بشأن أفكار للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، كما أشارت إلى أنها تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية. ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت أن ثمة خلافا بين المنظومة الأمنية والقيادة السياسية في إسرائيل بشأن التقدم نحو إبرام صفقة جديدة مع حماس. نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر أمنية عليا اتهامها نتنياهو وحلفائه المتطرفين بالتعاون لتخريب أي فرصة لهدنة أو صفقة جديدة. عقدت جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين بشأن القضية الفلسطينية. ويأتي هذا الاجتماع الطارئ الذي عقد بناء على طلب من المندوب الدائم لدولة فلسطين مهند العكلوك بهدف بحث سياسة مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أكدت السلطات الصحية في غزة أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 58 فلسطينيا وإصابة 179 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. هذا وأعلنت أن هناك في غزة حصيلة من القتلى ارتفعت إلى حوالي منذ 7 أكتوبر الماضي إلى حوالي 38,011 شهيداً وإصابة 87,445 آخرين. أفادت الأمم المتحدة بأن نحو 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا على الأقل مرة واحدة منذ بدء الحرب في قطاع غزة. وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أندريا دومينيكو، قال إن 1.9 مليون شخص يعتقد أنهم نزحوا من غزة، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية قسمت قطاع غزة إلى قسمين، حيث يعيش ما بين 300 إلى 350 ألف شخص شمال المنطقة المحاصرة. ندد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي بقرار إسرائيل إطفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف وزير الخارجية النرويجي أنه من غير المقبول على الإطلاق أن تقرر إسرائيل أيضا المضي قدما في الموافقة على بناء 6016 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية التي تحتلها. وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لبناء 5300
أو 300 وحدة استيطانية جديدة في عدد من المستوطنات التي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة. كانت إسرائيل قد نفذت خلال العام الجاري أوسع عملية استيلاء على أراضي الضفة الغربية منذ 30 عاما. فصل جديد من فصول الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بإعلان سلطة الاحتلال موافقتها على أكبر عملية مصادرة لأراض في الضفة الغربية منذ 30 عاما بدعوى أنها أراضي دولة. وبهذه الخطوة تصل المساحات التي استولى عليها جيش الاحتلال تحت مسمى أراضي دولة إلى 10,640 ألف متر مربع خلال إعلانين منفصلين. الإعلان الأول جاء قبل نحو شهر، حيث استولى جيش الاحتلال على 2,640 متر مربعا من أراضي بلدتي العيزرية وأبو ديس شرقية مدينة القدس المحتلة. الإعلان الثاني جاء بضم 8,000 متر مربع من أراضي الأغوار شمالية الضفة الغربية لصالح توسعة مستوطنة يافيت المقامة على أراضي فلسطينية. ويهدف الاحتلال بعمليات المصادرة إلى ربط مستوطنات قائمة وعزل القرى الفلسطينية في الضفة وخنقها وإعدام إمكانية تواصلها تماماً. ويعد ذلك استكمالا لمخطط السيطرة على مخزن الغذاء الاستراتيجي للفلسطينيين، وهي المنطقة المستهدفة بكثير من مخططات التهجير القسري والتوسع الاستعماري. وباتت 72% من البؤر الزراعية والرعوية لمستوطنين تشكل منطلقا لعصابات من بينهم لتنفيذ كثير من الاعتداءات الإرهابية بحق الفلسطينيين. ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. ومنذ 7 أكتوبر أقامت سلطة الاحتلال 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية. كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت أن 25 فريق إطفاء يشاركون في إخماد حرائق ب10 بؤر في الجولان المحتلة والجليل الأعلى بعد قصف من حزب الله اللبناني. هذا وأعلن حزب الله اللبناني شن هجمات على 7 مواقع عسكرية إسرائيلية ردا على مقتل أحد كبار قادة الحزب في جنوب لبنان. وأوضح الحزب أيضا أنه أطلق أكثر من 200 صاروخ في هجوم جوي بسرب من المسيرات على مقر قيادة الفرقة 91 ومقر قيادة اللواء المدرع 7 في ثكنات كاستافيا ومقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة دادو، إلى جانب هجوم على قاعدة استخباراتية في المنطقة الشمالية ومقر لواء جولاني ووحدة إيجوز في ثكنات شرغة، وفضلا عن مواقع عسكرية أخرى. بحث المنسق الرئاسي للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة آموس هوكسن الوضع في الشرق الأوسط وعلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع مسؤولين فرنسيين وأمريكيين لاستعادة الهدوء في المنطقة. وذكر البيت الأبيض أن فرنسا والولايات المتحدة تشتركان في هدف واحد هو حل الصراع الحالي عبر الخط الأزرق بالوسائل الدبلوماسية، بما يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين العودة إلى ديارهم مع ضمانات طويلة الأمد بالسلامة والأمن. أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 136 ألف شخص فروا من ولاية سنار بجنوب شرق السودان، وذلك في أحدث موجة نزوح سببتها المواجهات الدائرة في البلاد منذ نحو 15 شهرا. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن إجمالي عدد النازحين بسبب المواجهات في السودان بلغ نحو 10 ملايين شخص وسط تحذيرات من مجاعة في المناطق التي تشهد اشتباكات كبيرة.
يواصل الناخبون البريطانيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب العمال على المحافظين، وهو ما قد يعني حال تحقيق الفوز إنهاء 14 عاما من حكم المحافظين للبلاد. لا تسود أجواء تفاؤل أو أمل مفرط، لكن البريطانيين على استعداد لمنح فرصة لكير ستارمر زعيم حزب العمال المتقشف البالغ من العمر 61 عاما للوصول إلى داونينج ستريت. ومع انطلاق الانتخابات التشريعية يبدو حزب العمال الأوفر حظا في الفوز أكثر من أي وقت مضى في ضوء استطلاعات الرأي. وبعد 6 أسابيع من الحملة و14 عاما من حكم المحافظين الذي شهد تعاقب 5 رؤساء وزارة بينهم 4 اضطروا للاستقالة، من المتوقع أن تصوت البلاد لصالح يسار الوسط. وعمد كبار شخصيات المحافظين ومقدمتهم رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى دعوة الناخبين لعدم إعطاء أغلبية كبرى للعماليين في مجلس العموم، لكن وزير العمل ميل سترايد، وهو أحد أبرز داعمي حملة سوناك، قال إن البلاد ستشهد أكبر فوز عمالي على الإطلاق. بعد سنوات صعبة عاش خلالها البريطانيون تجربة خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وأزمة اقتصادية واجتماعية وانتشار فيروس كورونا وفضائح وعدم استقرار سياسي مع تعاقب 3 رؤساء وزارة محافظين عام 2022 و5 منذ عام 2010، يتطلع الناخبون إلى أمر واحد فقط، هو التغيير. اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن النجاح الذي لا يمكن إنكاره الذي حققته المعارضة في فرنسا خلال الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة وقبل ذلك بقليل خلال الانتخابات الأوروبية هو رد على وجه الخصوص على إملاءات واشنطن وبروكسل. وقال المتحدث باسم الوزارة أندري ناستاسين، قال إن الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية وكذلك الانتخابات الأوروبية واللتين أجريتا في يونيو الماضي لا يمكن اعتبارهما سوى تصويت بعدم الثقة من جانب الفرنسيين فيما يتعلق بالسلطات الحالية بما في ذلك السياسة الخارجية لباريس.
والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة، التفاصيل مع ميرنا إيهاب، تفضلي ميرنا. شكرا لكما إلهام وأميرة، أهلا بحضراتكم. هذه جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. بحث رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مع نائب الرئيس التنفيذي لجمعية مالك السفن الكورية الجنوبية تشانغ هويانغ سبل تعزيز التعاون المستقبلي عبر تقنيات الفيديو كونفرنس. كما شهد اللقاء مناقشة تداعيات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر على حركة التجارة العالمية والتشاور حول مستقبل سياسات إبحار السفن التابعة للجمعية الكورية الجنوبية عبر قناة السويس. وخلال الاجتماع أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس مستمرة في تقديم كافة خدماتها الملاحية والبحرية للسفن العابرة، مع استحداث خدمات جديدة لم تكن متاحة من قبل لتلبية متطلبات التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، من بينها خدمات الإنقاذ البحري والإصلاح والصيانة والإسعاف البحري. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث هبطت أسعار النفط قليلا لتتراجع من أعلى مستوى لها في عدة أشهر والذي بلغته خلال الجلسة السابقة، وسط اتجاه بين المستثمرين لجني الأرباح مع توخي الحذر حيال الطلب رغم انخفاض مخزونات الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 48% لتسجل 86.92 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غربي تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 58% لتسجل 83.39 دولار للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 66% لتصل إلى 2.61 دولار للتر. هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.82% لتسجل 2.37 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج بنهاية التعاملات بعدما رفعت بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكية توقعات المستثمرين بأن أسعار الفائدة ستنخفض في وقت لاحق من العام. وزاد المؤشر السعودي 0.2% ليتجه إلى إنهاء 4 جلسات من الخسائر. وصعد مؤشر دبي بنسبة 0.1%، وارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.2%، بينما انخفض مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2%. ارتفعت الأسهم الأوروبية بفضل التفاؤل بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بعد بيانات أمريكية ضعيفة. كما شهدت السوق في لندن صعودا مع بدء الانتخابات في بريطانيا وتوقع استطلاعات الرأي فوزا تاريخيا لحزب العمال المعارض. وزاد المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.3% وتصدر قطاع البنوك المكاسب. كما ربحت أسهم شركات السيارات بنسبة 0.8%، وصعد المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني بنسبة 0.5%، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق لمعرفة حجم الأغلبية التي قد يحصل عليها حزب العمال. فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية قد تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة قبل قرار نهائي في نوفمبر، ذلك بحسب ما أعلنته المفوضية الأوروبية متهمة بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنعي هذه الآليات. وسيبدأ تطبيق هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى أخرى بنسبة تقدر ب 10% مطبقة أصلا على السيارات الصينية. وأمام المفوضية مهلة تقدر بأربعة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بشكل نهائي، مما يترك الباب مفتوحا أمام حوار محتمل مع بكين.
مشاهدينا نهاية أخبار الاقتصاد وعودة مرة أخرى إلى أميرة وإلهام. شكرا لك مرنا. مشاهدينا الكرام، جاءنا في نبأ عاجل أن الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية. أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا خلال الاتصال ترحيبهما بالزخم الذي يشهده التعاون بين البلدين في الفترة الأخيرة، وحرصهما على توسيع آفاق هذا التعاون لتشمل مختلف المجالات بما يتفق مع الروابط الأخوية بين الشعبين. وقد أكد الرئيس السيسي في هذا الصدد حرص مصر على أمن واستقرار وسيادة الصومال الشقيق على أراضيه ودعمها له في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية. وأضاف أيضا المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، حيث أكد الرئيسان حرصهما على ضمان أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن بما ينعكس إيجابيا على القرن الإفريقي وشعوبه، وشدد على رفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار باستقرار المنطقة، منوهين إلى ضرورة التزام دول الإقليم كافة بأطر التعاون بما يحقق الاستقرار والتنمية لشعوبه. والآن متابعة لأهم الأخبار الرياضية في نشرة التاسعة. عودة مرة أخرى إليك ميرنا. شكرا لكما أميرة وإلهام. والآن مشاهدينا، هذه جولة في أهم وأبرز الأحداث الرياضية محليا وعالميا. أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا. يشارك في التصفيات 48 منتخبا تم تقسيمها إلى 12 مجموعة، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات على أن يتأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا متصدر ووصيف كل مجموعة. وتستضيف المغرب منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 خلال الفترة من 21 من شهر ديسمبر من عام 2025 حتى 18 من شهر يناير من عام 2026. عشاق الساحرة المستديرة على موعد غدا الجمعة مع مواجهة صعبة ومصيرية في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو 2024 بين ألمانيا وإسبانيا. وصعد المنتخب الألماني إلى هذا الدور بعدما تصدر المجموعة برصيد 7 نقاط. في المقابل لا يعد المنتخب الإسباني هو أفضل المنتخبات المتواجدة في البطولة إلى الآن بعدما حقق الفوز في مبارياته الأربع بالبطولة حتى الآن. وتأهل منتخب البرتغال إلى دور الثمانية بصعوبة بعدما حقق الفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح. في المقابل تأهل منتخب فرنسا بصعوبة أيضا إلى ثمن النهائي عندما حقق الفوز على منتخب بلجيكا. فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فريق الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز. كان الأهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة 13 لبطولة الدوري الممتاز. ويحتل الأهلي حاليا المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 51 نقطة بعد خوض 21 مباراة بفارق 14 نقطة عن بيراميدز المتصدر.
وتعادل طلائع الجيش مع نظيره الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز. يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري المركز 10 بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، ذلك برصيد 37 نقطة من 28 مباراة خاضها الفريق السكندري في المسابقة حتى الآن بواقع 9 انتصارات و10 تعادلات، وتلقى الفريق الهزيمة في 9 مباريات. يخوض الآن منتخب مصر لكرة السلة رجال ملحق التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 أمام اليونان. تضم مجموعة منتخب مصر منتخبي اليونان والدومينيكان، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى المرحلة النهائية. يتأهل الأول والثاني في مجموعة مصر إلى المرحلة النهائية مع الأول والثاني الذي سيصعد من مجموعة سلوفينيا ونيوزيلندا وكرواتيا للمنافسة على البطاقة الوحيدة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. مشاهدينا، انتهت أخبار الرياضة، وعودة مرة أخرى إلى إلهام وأميرة. شكرا لك ميرنا. وصل الإعصار بيرل تقدمه باتجاه المكسيك بعدما ضرب ساحل جامايكا الجنوبي برياح مدمرة وأمواج عاتية. وخلف هذا الإعصار الذي كان مصنفا من الفئة الرابعة دمارا واسعا في منطقة الكاريبي وأودى بحياة 7 أشخاص على الأقل مع تسارع قوته. وبيرل أول إعصار يبلغ من الفئة الرابعة في يونيو منذ بدء تسجيل المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، وأكبر إعصار يبلغ الفئة الخامسة في يوليو على الإطلاق. وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة. مرة ثالثة وأخيرة نعود فيها إلى ميرنا إيهاب، تفضل. شكرا لكم إلهام وأميرة، والآن مشاهدينا هذه وقفة ثالثة وأخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، الإسكندرية 31 23، مطروح 30 23، بورسعيد 32 24، والإسماعيلية 36 27. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 24، العريش 33 23، طابة 40-24، شرم الشيخ 42-28، والغردقة 41-28. أما بالنسبة للأقصر فدرجة الحرارة العظمى 44 درجة والصغرى 28، أسوان 44-28، الوادي الجديد 45-27، شلاتين 41-28، وأخيرا حلايب العظمى 38 درجة والصغرى 29. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
والآن نترككم مع أبرز لقطة في هذا اليوم. Yeah. Genocide. It's a place to be. انتهت نشرة التاسعة، لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية لرئيسي مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية ويمنح سلفيهما وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. خلال لقائه محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء يشدد على ضرورة استمرار العمل المشترك بين الحكومة والبنك لزيادة الحصيلة الدولارية. كبار رجال الدولة يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع شفكي المنيري. مساء الخير يا شفكي. مساء الخير يا إلهام. مساء الخير يا أميرة، وكل سنة طيبين، وحشتونا. أو إحنا اللي وحشناكم يمكن. فعلا وحشتينا جدا، وانت خصوصا بقالي شخصيا مدة ما شفتكيش، ما تقابلناش مع بعض. أكيد في رأس السنة الهجرية كمان. بصي، على قد ما بتبقى الأجازات حلوة ولكن الشغل أحلى بالتأكيد. يعني بلاقي إن طاقة العمل بتبقى بجد أفضل، يعني بتسعد الإنسان أكتر. ترتاحي شوية، بس اللي بيثبت حقق ذاتك هو العمل. أنا طول عمري يعني بقول إن الشغل ده نعمة من ربنا، يعني الحقيقة مرحلة جديدة وكده، في طاقة جديدة وحكومة جديدة، فإن شاء الله الخير كله يعني. إن شاء الله، بس السنة الهجرية إن شاء الله كمان قريب، فكل عام كل عام وكلنا طيبين. خلينا نقول طيبين. كل سنة وإحنا طيبين كلنا يا رب. يوم الخميس إن شاء الله أجازة رسمية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. كل سنة والأمة عشان الناس العربية تتلخبط، مش الحد الخميس إن شاء الله. بس أنا مش هبقى أجازة برضو، إحنا هنيجي نحتفل مع بعضنا إن شاء الله. الناس تبتهج وتحتفل وتبقى كده مرحلة خير على مصر بإذن الله. إن شاء الله بالتوفيق. حلقة موفقة إن شاء الله يا شيخ. أشكرك جدا يا إلهام، أشكرك يا أميرة، ولكل صناع زملائنا في نشرة التاسعة. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا الآن نبدأ التاسعة، تفضلوا.